السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات تاع بن شيخ، ونتكلم على الناس هذو اصحاب ماشي اصحاب دعايات، اصحاب لي هما على بالك راهم يعني هي راهي خلط خليط. وما انا نقول لكم منظر وك بالماضي ما غاديش صايك تراجع، صايك ما غاديش يعلن الاستقاله تاعو وتوفا بيا وكلش مليحه، وبيجي تاع 400 مليار كاين جوا اللي تبغي تجيبه دراهم كاين، روح جيب. يعني كاين واحد الامور ايجابيه، يعني نهار اللي تلاقى مع الرئيس كاين بزاف صوالح، كاين امور ايجابيه. كاين روح شري جيب جوار، ليه بان لك جيبه، روح انت در مع روح منا كاين انت وامين لابدي قلعو روح جيبو جوار، وين ما تجيب جوار جيبه وصحيح. عنده ثلاث جوار هو بروحو، خاصينه واحد الزوج ولا ثلاثة تاع جوار بالتشكيلة اللي غادي يخدم معاه. هذه من ضبط زوج جوار ثلاثة، وكاين مفاجأة، واحد المفاجأة أنا مخلينا تجي وقتها نشوفوا شكون يكذب وعقلوا عليها مليح. وين بالشيخ وين يرد على اعضاء المكتب الفيدرالي الجديد وفي نفس الوقت القديم، ويطلب من محيط المكتب السابق بالتوقف وتخويف الجمهور الرياضي يعني باستقاله بالماضي يعني من عدمها. صايك دروك اللي يخرج يقول لكم جاما بالماضي بيستقيل منها راه يكذب. صحيح هي نورمالمون كون جا بالماضي رد على هذا المكلف بالاعلام، خاطش علاه دروك كانوا داخلي كانوا يهضروا لنا بالعقوبه تاع الفيفا بلي تعاقب تعاقب تعاقب، دروك دخلوا هنا استقاله استقاله استقاله. وين ديكوتينا بنات، انا واحد الناس ما نكره الصوالح على بالك، استقاله استقاله خرج هضر على روحك قول انا خاطيني يا جماعه، هذو هم يهضروا يكذبوا عليا نورمال. تا ولا يهدر هذاك البغل تاع انجليز، هذاك مخابر، هذاك الخاين تاع المخابرات تاع انجليز، هذاك البغل هذاك واش اسمه تعرفوه، تا ولا يهدر ذاك هشام عبود، ولا بغا يديروها بغاو يديروا حيره، ما شاء بغاو يديروا، ما شاء بغاو يخلطوا، ما شاء بغاو. هاد الناس هادو كيفاش ولاو يخدموا به؟ بغاو يخدموا به، بغاو يخدموا به، هذا امر خطير، بغاو يخدموا به. سمح يا صايك حبسو انت تخرج تهدر، راه زعفان يا جان، مالك راني زعفان، مالك يا صاحبي. صايك جاما بالماضي، صايك امين الله بدي تلاقى به اليوم، غادي تلاقى به داب يديروا نقاط طاف مور العيد، عندهم واحد الجواره زوج ولا ثلاثه غادي يجيبوهم ليكيب ناسيونال ويبلعوا الليستا ويكمصوا الخدمه. انا نعطيكم الرسمي اش كاين، هذا رئيس اتحاديه غادي يقعد صوره بوغادوم هو اللي غادي يدور، غادي تسمع بوغادوم يدور في لافريك، خاطش عليه الناس سيستها. أيا الجزائر فين باش تسيسها؟ حنا شلنا الاقجاع كيفاش تسيسها؟ الجزائر فين غادي تسيسها؟ هذا هشام عبود هذا مين هدر؟ قال لهم بغاو يسيسوها، بيسيسو كرة القدم. اهدر على المغرب يا ولد الجاية، الأخرى ما تقدرش تهدر عليها. الامارات ما تقدرش تهدر عليها، والسعوديه ما تقدرش تهدر عليها، خاطش عليها يهرسوا لك فمك، ما تجيبش تهدر عليها. هيا هدر، هيا قول المغرب سيستها، واك المغرب ها راه وين راه لقجع هدرها، قال لك امور من قبل ما طقناش نديرهم، انت علاه تعاير روروا، خاطش عليه روروا كان مصفعكم، ها راه خرج لقجع الزعيم تاعكم، لقجع الزعيم تاعكم، خاطش انتوما قاع تخدموا عند لقجع. هذا هشام عبود هذا قاعد تخدموا على تحت الدراريش تاع القجع، قاعد تضربوا الزيت تحت الدراريش تاع القجع، قاعد توبكم تايبين له. على ما تهدرش تقول بلي يا ودي اش اهدر سياسه، راهي سياسه. لا شوف الجزائر، ويش عندنا كيفاش؟ سمحوا لنا بان ندخلوا شويه، هدرنا هكذا مع شويه ولد عمي والله لا. ويش عندنا كيفاش؟ بالشيخ كيفاش تكلم نشوفو،
نشوفه كيفاش تكلم، عنده الحق، ها بركع، ها صايك، ها بلع، ها بيستاقيل، ها بيروح، ها منا، ها منا، بزاف. كلمي تهدر كيما هكا، هو كلي يكره شوبير، يبغي يردك باللي انا نكره جمال بالماضي. لا، جمال بالماضي هدرت عليه 2016، هدرت عليه 2018. اللي بيقول شوبير يكره جمال بالماضي يهدر معنا. الحمد لله نتعلم، نهدر مع عماه، نهدر مع خو سليمان، نورمال. لليوم 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 نهدر معاهم، ما نجمش كيما يقول لك المكالمه، تعمر مكالمه وتهدر وديها لك، خاصني انا نوري لك نوضح لك. ها اسمع، بغيت امن امن، انت اقعد، انتوما نعرفوكم تاع لي جروب، جايين من عند الغايطه وجايين من النار. شوبير يكره ضد جمال بالماضي، انا كي ضده، اذا كنت انا ضده راه مع الرئيس، الرئيس قال له اقعد واليك، نعطيك بيجي تاع 400 مليار من عام لعام، غادي تدي 400 مليار هذه الخطره، وتزيد 400 مليار تاع بيتك علي، وتزيد منا، ودي كاين امور انت يا راك تهدر غير في الضيحة حبي، انا نقولها لك مليح. اسمع، شو اسمع بالشيخ شهدر، انا اقول كل صراحه ما كاش اللي لازم يصبر، ما كاش كيما ندار بريزيدون فيديراسيون، كيما ينحيوا الناس هادو، ان بو با، انا ما ننجمش نشوف عباد. عمي علي بنقول لك ما غاديش يتنحاو هادو، مين نقول لهم باللي جمال بالماضي قال لهم واحد ما يتنحاش، يقول لي انت ضد جمال بالماضي، انا نقول لك باللي جمال بالماضي يفرضهم والو، والله ما يتنحاو كاع. الراجل فيكم يروح يتوشي امين لابدي، الراجل فيكم، والراجل فيكم يطرح سؤال الصحافة، هذو نهار اللي يدير ندوة صحافية يطرح سؤال يقول له كيف خليتو كيف امين لابدي، الراجل فيكم يهدر، هيا الراجل فيكم يهدر، مكاش لي يهدر. انتوما كاع كاين اللي كاين اللي لا كاين صحا، كاين اللي مسكين يهدر من نيته، صح انتوما خباثة كيما داك غياط كيما منا، اي لازم قاع يروحوا واحد ما يقعدش. ايا خلاهم جمال بالماضي، انت جمال بالماضي، ايا جمال بالماضي قالك فولكون، هادو يقعدوا معايا، ما نسمعش كاع بيكم انتوما، انتوما تعبدوني، اي انا انتوما قعدوا تعبدوني وانا نجيب لكم ناس اللي غادي تزيدوا تعبدوهم فانيك، ما عنديش الوقت باش تعبدوني كاع نفتح لكم، قال لكم انتوما قعدوا تعبدوا فيا ونجيب لكم ناس نقسم لكم العباده، كل واحد يعبد واحد. يا وجوه الذل اللي عندكم الكره الجزائريه، نزيد اليوم نشوفهم يجي داخل شارف دي بريزيدون الاخر وهما يتبعوا فيه من اللور، ما ننجمش نشوف هذيك اللي ماشي هذه غادي تشوفها وتشوف اريونتي الفوتبول الجيريا. اليوم تقول لي يصبروا، مش يصبروا، يعطاكي ديريكتومون هاد لي بروبليم بريوريتار، باسكو ما يسيبونا السبه قبيله نتاع اونتر بارونتاز كي قتلوا لا رشيد، كان بزاف كانوا يخلعونا بالغول، بالفيفا كانوا يقولوا فيفا بالغول، كي قلت انا هنا الغول خلعونا، دوك الغول حبسوه، دوك حبوا يخلعونا باش او واحد ديميسيوني بالماضي، او بالك هو ما ترقدوش العشيه في الليل او يديميسيوني، قولوا لنا وقتاش يديميسيوني هذا بالماضي، يا الناس اللي ما حبيتوش تعجبوا قولوا لنا يديميسيوني هذا بالماضي ولا ما يديميسيونيش، مي ما تقعدوش تطيحوا في المستوى تاع الصحفيين اللي عندهم المستوى، ما تطيحوش بالجزائري، انا في هذه الجزائر كاين صحفيين رجال، كاين صحفيين مويا كيما لي فوتبولر عنده الحق. والله لا بصح، مين خرج هذاك هشام بيع، هذا مكلف بالاعلام، اهدرها، هذا مكلف بالاعلام اهدرها، هذا هشام بي عبود، باش تبرع روحك دير شتادير كومينيكي، شادير كاع كلش، شتادير جمال بالماضي شاهدر في كلش، فماك بتوع الشعب يعرف الحقيقه كيفاش دايره، ماشي درتو لنا ثلاث نقاط قلتو هذه ولا خرجت انت تهدر، لا دير كلش البريه كومبلي. واش قال مقبل كان دي فوتبالور ما لازمش يكونوا في هذه، لان عينا من هذا الشيء، ولكن سي دي بريوريتي يا سي رضوان، فوك يغير المنظومه، الشعب الجزائري ما نجمش يزيد يشوف هاد ما نقولش كاع 100%، مي يعرفوا روحهم سارتا، هادو لازم يكون تغيير قبيله. يا عمي بشيخ، يا عمي علي، يا عمي بشيخ، يا صايك يا كلش انقضى، وجمال بالماضي قال لهم خلوا لي هذو، وحنا انت راك تهدر ولا انا لا حبست الهضره،
ما نزيدش نجبد على بهلول ولا نزيد نجبد على فلان ولا فلتان، غادي يلعبوها لكم، غادي يقول لكم استقل، درنا استقاله تاعنا من في من الفاف يا ودي، غادي تسيبوهم غير هما، عقلوا عليها مليح. شاني نقول لكم ما غاديش يستقلوا من الرابطات، بس غادي يقعدوا، عقلوا عليها مليح. شاني نقول لكم برك، هي عقلوا عليها مليح. شاني نقول لكم، هذه هي. تكلمتوا على الاربيتراج وين؟ قال شرف الدين البريزيدون قال يورا اون كوميسيون انديبوندونت 29 قال لازم يديرها لو 29، نو سولمون يديرها لو 29، واحد ما يكون من هادو اللي كان اللي خدموا كاع في الاربيتراج، لا كوميسيون اللي كانت فوق يتنحاو يتصنعوا. يا عبدي عمي علي، الاربيتراج تاع الاربيتراج ماشي نقول لك كلمه قادر يتيري عليك دب يكتلك، خاطر على ريجيس كوميرس خشين.